من هي إسراء سعدي للمشاهدين؟ إسراء سعدي عازفة آلة التوبة في الفرقة السيمفونية، ابنة الفنان الراحل سعد بتشاعي عازف الآلات الإيقاعية الشرقي والغربي، اللي خسرته أكيد أنا بالمرتبة الأولى. طبعاً إحنا نقدم تعازينا للست إسراء. الوفاة الفنان سعد بتشاعي هو خسارة للوسط الفني، لكن كلنا نقول اللي خلف ما يموت. اليوم أنت خليفة أبيكي، إن شاء الله تكملين مسيرته وإبداعه أكيد. وجوده في الوسط الفني العراقي أكيد ما انتهى. لا أكيد صحيح، اسمه إن شاء الله مستمر، راح يبقى أكيد. ست إسراء، قولي لي وين درست الموسيقى بالضبط؟ بأي معهد أو أي مركز التزم إسراء من البداية حتى وصلت إلى مرحلة أنه تقدر تعزف على هذه الآلة؟ هي بالبداية أنا يعني مخرجة معهد موسيقى ولا كلية. أنا تعلمت أو تدربت على الموسيقى بمركز كريم كنعان وصفي للفن والسلام عام 2009، يعني تقريبا نهايته أو تقريبا من أول شهر ونص أو شهرين عرض على المسرح الدوار معهد الفنون الجميلة، قدم السولو وكان كتابة يد الأستاذ الماسترو علي خصاف. يعني بوقتها أكيد تحياتنا إله، بوقتها كنت كلش خايفة أنه أواجه أحد وخجل على خوف وأول مرة وإلى آخره، فهو كلش متفضل علي يعني أنه قال لي خلاص تخافين ما راح تصعدين، بس أبقى بالزي مالتش، ما راح تصعدين على المسرح ولا راح تشوفين أحد. وأنا اطمئنيت أكيد، فكان قبلي عازف كان يقول لي أنت ولا راح تدخلين، فخلص بعد مباغته يعني اي ما اقدر، فدخلت اكيد كنت خايفه، ومن وقتها الحمد لله الله وفقني صرت يعني ما اخاف من الجمهور، بالعكس افرح من اشوف العدد هوايه يعني، ومن اشوف السعاده بعيونهم ومستمتعين انه دي يسمعونا، اكيد هذا انه فخر يعني بالنهايه أكيد. النجاح اكيد. اسراء، انا اريد اسال ليش اختارت اسراء التوبة تحديدا؟ يعني آلة التوبة كثير كبيرة، صحيح، وحتى بحجمها اللي أنت حضرتك الآن أكبر منها كثير، صح. حتى بهالحجم بالنسبة للمرأة للأنثى تحديدا أنه كثير كبير. إحنا نشوف عازفات كمان، عازفات بيانو، بيانيست وغيرها، صحيح. ليش هذه الآلة؟ ما هي آلة مثل بقية الآلات، يعني هي تصدر أنغام اوكي، ولها مكانتها وضرورتها. معتادين انه البنيه لازم كمان لازم فلوت، اي طبعا نظرا لانه هي يعني ناعمه، احسنتي، او هي الالات هذه تدل على انوثتها ونزاكتها. هذه الاله لا ما تصير بنيه لانه كبيره حجمها، يمكن مو بس حجمها انه كميه الهواء، تحتاج كميه هواء كل يعني فرق عن باقي الالات الترومبيت والترومبون، يعني تحتاج كميه من النفس.